التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، هذا محمد الوهيبي يرحب بكم ويلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الأمة التركي ويبحث معه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات. محمد بن راشد يؤكد رفع جودة وصحة حياة الإنسان التأثير الحقيقي لمعرض الصحة العربي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي نعمان كورتلموش رئيس مجلس الأمة الكبير البرلمان في الجمهورية التركية، بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي برئيس مجلس الأمة التركية، الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيدا من التطور والنماء. وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي نعمان كورتلموش مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم على دور المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وأهم مبادراته ومشاريعه المستقبلية. وتسلم سموه خلال استقباله وفد المركز في مجلس قصر البحر في أبوظبي نسخة ورقية للخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المركز في تعزيز خطط التنمية في الدولة من خلال ما يوفره من منظومة معلومات جغرافية أساسية وبيانات مكانية مفصلة بشأن مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى توحيده المعايير والمواصفات الخاصة بهذه المعلومات بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين. وأشار سموه إلى أن مخرجات المركز تسهم في دعم البحوث العلمية بشأن الجوانب الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية في دولة الإمارات، وتمثل مرجعية رسمية لكل ما يتصل بالمعلومات الجغرافية المكانية لكل مناطق الدولة. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 52 للدولة، وتبادل سموه والوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر الأحاديث الودية، معربا سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية. من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم الفعالية الرسمية لليوم الوطني التي عبرت عن مشاعر الفخر بوحدة الوطن والاحتفاء بمكتسباته وتطلعاته، مثمنا الدعم الذي حظي به في سبيل إنجاح احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني.
حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن توفير أرقى معايير الرعاية الصحية في الإمارات تحقق بفضل منظومة طبية متطورة شاملة وعمل مشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص، هدفه صحة مواطنينا ومن يعيش على هذه الأرض، مثمنا سموه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في رفع كفاءة القطاع الصحي في الدولة وتعزيز تنافسيته. جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لفعاليات الدورة 49 لمعرض الصحة العربي. وأضاف سموه أن توفير منظومة رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية يأتي في صدارة الخطط التنموية الطموحة لدولة الإمارات، بما يرسخ مكانتها كمركز فاعل ومؤثر في مجال الرعاية الصحية، لا يخدم احتياجات أهل الإمارات فحسب، ولكن يضع إمكاناته وقدراته في خدمة شعوب المنطقة والعالم. مؤكداً سموه أن المعرض يمثل نافذة نموذجية تقدمها دبي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والأفكار والرؤى التي يمكن من خلالها الارتقاء بالقطاع الصحي في المنطقة والعالم. ورحب سموه بالشركات العالمية العارضة وكذلك الكوادر الطبية التي حرصت على الحضور من مختلف دول المنطقة والعالم من أجل مناقشة أبرز المستجدات في مجال الرعاية الصحية للارتقاء به. في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 تستعرض كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي عبر المنصة الوطنية الموحدة صحة الإمارات، تستعرض مستجدات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية حياة، مستهدفة عبر مشاركات ملهمة تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء من خلال توحيد الجهود الوطنية وتطويرها لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بفشل الأعضاء. البرنامج بشهادة الجميع الأسرع نمواً خلال آخر 5 سنوات بفضل دعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، بفضل كذلك الأخوة الإنسانية، تم التبرع ب 296 من الأعضاء المختلفة وإنقاذ حياة الكثيرين. برنامج الإماراتي من الجميع إلى الجميع، 53 من الجنسيات سواء ساهمت في البرنامج أو استفادت من البرنامج. فالبرنامج الوطني الحمد لله في دولة الإمارات نموذج ملهم، وعلى هذا الأساس في كونغرس عالمي عن هذا على هامش معرض الصحة العربي مشاركة عدد كبير من دول العالم، فدولة الإمارات شاركت بتجربتها مع كثير من الدول الأخرى. من جانبها تسلط دائرة الصحة في أبوظبي الضوء على منظومة الرعاية الصحية في الإمارة والتي ترسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالميا، مستعرضة عددا من المشروعات بينها برنامج الجينوم الذي يرمي إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للجينوم عبر بناء منظومة جينية شاملة ومستدامة تحقق تحولا نوعيا في خدمات الرعاية الصحية.
في دارة الصحة نستعرض اليوم مشروع واحة الجينوم أو الجينوم أويسس اللي ينقسم إلى ثلاث أقسام، منها الأبحاث والتطبيقات والتكنولوجيا. ومن التطبيقات اللي نحن الحمد لله اشتغلنا وبدينا فيها اللي هي كيف نستخدم برنامج الجينوم في الرعاية الصحية في مرضى سرطان الثدي، والحمد لله إلى الآن أكثر من 300 شخص استفاد من هذا البرنامج. وأيضا احنا نستعرض مشروع الطوارئ الجديد الذي يساهم في الرعاية الصحية عندنا في أبو ظبي. إنجازات متميزة حققتها الإمارات في مجال الرعاية الصحية، والتي تشهد تحولا كبيرا ومتسارعا على المستويات كافة، خاصة في مجال تطوير الكوادر الطبية المتخصصة واعتماد أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية. كثيرة هي الجهود الرسمية التي تعنى بتوفير منظومة رعاية صحية وعلاجية متميزة، فيما تمثل بعض البرامج الوطنية كالتبرع بالأعضاء، بلسم شفاء، وأملا جديدا لإنقاذ حياة كثير من المرضى. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي، دبي. في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مشروع توسعة مدارس دبي بمبلغ 530 مليون درهم، بما يرفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى 15,000 حتى عام 2033. وأكد سموه على أن التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مسارات متكاملة في خطط دبي التنموية للسنوات والعقود المقبلة، في نموذج ريادي يجمع بين بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتنويع الاقتصاد. عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة وتطوير مختلف الخدمات ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم الاحتفال بتخريج الدفعة 8 للعام 2023 من طلبة وطالبات جامعة المدينة في عجمان، والبالغ عددهم 419 خريجاً. وأكد سمو ولي عهد عجمان أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء العقول وصقل المهارات، والتي تساهم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في خدمة الوطن والنهوض بركائزه. وأضاف سمو أن هذه الدفعة الجديدة تشكل رصيداً وثروة حقيقية من شباب وشابات الوطن الذين نأمل لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية. وهنأ سمو الخريجين والخريجات وذويهم داعيا إياهم إلى ضرورة متابعة التسلح بالمعارف ليكونوا نماذج مشرفة لبلادهم ويسهموا بشكل فاعل في مسيرة الدولة نحو المستقبل. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه في الديوان الأميري سعادة المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وفريق لجنة الطلبات والعروض في المؤسسة. واطلع سمو خلال اللقاء على إنجازات المؤسسة ونتائج عملها للعام 2023 ومشاريعها في مجال تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين، كما استعرضت لجنة دراسة الطلبات والعروض تقارير عملها وإحصائيات الطلبات ونتائجها خلال الفترة الماضية. وأكد سموه على دور المؤسسة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لأفراد المجتمع والتي تسهم في تحسين جودة حياتهم ومعيشتهم. أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنجازات والنجاحات التاريخية التي يحققها ملف التوطين تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية،
مثنيا في الوقت ذاته على نجاح السياسات الحكومية والجهود المبذولة لخلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص وتعزيز مهارات وكفاءات أبناء الوطن بما يعزز من دورهم في المسيرة التنموية للدولة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج الوزارة فيما يتعلق بملف التوطين الذي يتصدر سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، مشيدا سموه بجهود الوزارة في تنفيذ رؤية وأهداف الحكومة والمتمثلة بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مهاراتهم المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل. كما أكد سموه خلال اللقاء أن ملف التوطين يحظى بأقصى اهتمامات القيادة الرشيدة، مضيفا بأن الجهود المبذولة خلف وصول أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية العام 2023 إلى نحو 92,000 والاستمرار بدفع عجلة تطوير وإنجاح هذا الملف بكل جوانبه يستحق الإشادة. وأشاد سموه بالتحول الاستراتيجي الذي تقوم به كليات التقنية العليا نحو رسم خارطة التعليم التطبيقي في دولة الإمارات تحت توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الوطنية بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية بما يضمن التعامل مع المتغيرات والتحديات وبناء اقتصاد أكثر استدامة. وبالعودة إلى أخبار صاحب السمو رئيس الدولة، وردنا للتو صور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي نعمان كورت الموش رئيس مجلس الأمة الكبير البرلمان في الجمهورية التركية بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي. ورحب صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي برئيس مجلس الأمة التركية الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيدا من التطور والنماء. وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومعالي نعمان كورت الموش مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك. وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من الشيوخ والمسؤولين. وبالعودة إلى أخبار صاحب السمو رئيس الدولة، وردنا للتو صور اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم على دور المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية وأهم مبادراته ومشاريعه المستقبلية. وتسلم سموه خلال استقباله وفد المركز في مجلس قصر البحر في أبوظبي نسخة ورقية للخريطة العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، واستمع سموه من الوفد إلى شرح بشأن أهم مبادرات المركز منذ إنشائه، ومنها أطلس الاتحاد الأول من نوعه على مستوى الدولة، إلى جانب الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية الذي يحدد تعريفاً ورمزاً لكل معلم من المعالم الجغرافية المكانية المشتركة على المستوى الوطني وغيرهما من المبادرات والمشاريع. وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور المركز في تعزيز خطط التنمية في الدولة من خلال ما يوفره من منظومة معلومات جغرافية أساسية وبيانات مكانية مفصلة بشأن مختلف مناطق الدولة،
إضافة إلى توحيده المعايير والمواصفات الخاصة بهذه المعلومات بالتعاون مع شركاء المركز الاستراتيجيين. وأشار سموه إلى أن مخرجات المركز تسهم في دعم البحوث العلمية بشأن الجوانب الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية في دولة الإمارات، وتمثل مرجعية رسمية لكل ما يتصل بالمعلومات الجغرافية المكانية لكل مناطق الدولة. حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة. وبالعودة إلى أخبار صاحب السمو رئيس الدولة، وردنا للتو صور استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم فريق عمل الاحتفال الرسمي باليوم الوطني 52 للدولة. وتبادل سموه والوفد خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر الأحاديث الودية، معربا سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها لإنجاح تنظيم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية. من جانبه أعرب الوفد عن اعتزازه بالإسهام في تنظيم الفعالية الرسمية لليوم الوطني التي عبرت عن مشاعر الفخر بوحدة الوطن والاحتفاء بمكتسباته وتطلعاته، مثمنا الدعم الذي حظي به في سبيل إنجاح احتفالات دولة الإمارات بيومها الوطني. حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين والضيوف. بعد قليل تتابعون. الإمارات جهود ومبادرات متعددة للوصول إلى عالم خال من الأمراض المدارية المهملة. أهلا بكم من جديد. تواصل الدولة جهودها ومبادراتها متعددة الأطراف للوصول إلى عالم خال من الأمراض المدارية المهملة التي تؤثر على حياة أكثر من 1,600,000,000 نسمة، وذلك التزاما منها بالنهج والمبادئ الإنسانية القائمة على مساعدة الشعوب المحتاجة والاهتمام بسلامة وصحة الإنسان في مختلف دول العالم. وتشارك الإمارات اليوم دول العالم احتفالها باليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الذي يقام هذا العام تحت شعار نتحد نعمل نحقق الهدف. يصادف 30 يناير من كل عام اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة. جاء ذلك بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة، حيث تم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى بلوغ الميل الأخير عام 2019 في أبوظبي، كما اعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021. وتهدف المناسبة إلى تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية وإشراك المؤسسات الحكومية والعامة من أجل القضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم. البداية كانت في عام 1990، حيث قدم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه إلى مركز كارتر تبرعاً شخصياً سخياً بهدف دعم جهود استئصال مرض دودة الغينيا، حيث شكلت هذه الخطوة باكورة التزام قيادة دولة الإمارات بالقضاء على المرض الذي امتد عقوداً من الزمن.
وساهمت هذه الشراكة الطويلة الأمد والمستمرة في منع 80 مليون حالة من مرض دودة غينيا، حيث لم يتم الإبلاغ سوى عن 13 حالة فقط على مستوى العالم في عام 2023. ولا تزال الجهود الحكومية مستمرة، إذ أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في عام 2017 صندوق بلوغ الميل الأخير، وهو صندوق متعدد المانحين، وتم الإعلان عن زيادة ضخمة في حجم الصندوق رفعت مخصصاته إلى 500 مليون دولار أمريكي لدعم جهود القضاء على 2 من الأمراض المدارية المهملة في قارة أفريقيا. وقدم الصندوق منذ إطلاقه أكثر من 100 مليون علاج، وساهم في تدريب 1,300,000 عامل صحي. وتضم المبادرة مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي تعمل من أجل مكافحة الأمراض المعدية، وتوفر المبادرة العلاج والرعاية الوقائية في المجتمعات التي تفتقر للخدمات الصحية الجيدة، مع التركيز بشكل خاص على المراحل النهائية من القضاء على الأمراض. وبعد قليل في أخبار العالم. وزير الدفاع الأمريكي يتعهد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة في أخبار العالم. تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن القوات الأمريكية بعد تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 10 آخرين. من جهته أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عدم رغبة بلاده في اندلاع نزاع أوسع في الشرق الأوسط. هذا والتقى بايدن أمس أعضاء فريق الأمن القومي، وبينهم وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط لمناقشة الوضع. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى 26,751 قتيلاً و 65,636 مصاباً. وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية قتلت 114 شخصاً وأصابت 249 خلال 24 ساعة. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، لا يزال أكثر من 8,000 فلسطيني في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي واف جالنت أن قوات إسرائيلية ستتحرك قريبا جدا في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، حيث يتبادل القصف يوميا. وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أن قوات أخرى منتشرة حاليا في القطاع الفلسطيني ستغادر المنطقة لتنتشر في شمال إسرائيل. جولة من الأخبار الاقتصادية في التقرير التالي. كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، مما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية. وخلال العام الماضي ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 25,800 رخصة تقريبا، وعدد الرخص الفعالة في الإمارة تجاوز 143,600 رخصة بنمو قارب 11% مقارنة بالعام 2022. هذا وبلغ إجمالي رأس المال للرخص الاقتصادية الجديدة خلال العام الماضي 210 مليارات و700 مليون درهم.
أعلنت أدنوك للغاز عن توقيع اتفاقية تسري لمدة 10 سنوات لتوريد 500,000 طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال مع شركة جلة الهندية المحدودة، والتي تؤكد الحضور المتنامي لشركة أدنوك للغاز في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية لا سيما في قارة آسيا، كما تعزز العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات والهند. وتأتي هذه الاتفاقية عقب الإعلان مؤخرا عن العديد من الاتفاقيات الدولية المهمة لبيع الغاز الطبيعي المسال التي وقعتها أدنوك للغاز مع كل من جابكس اليابانية وتوتال إنرجيز الفرنسية ومؤسسة النفط الهندية المحدودة وشركة بترو تشاينا الدولية المحدودة، مما يؤكد مكانة أدنوك للغاز كشريك عالمي مفضل لتصدير الغاز الطبيعي المسال. أعلنت مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبو ظبي عن تطوير منشآت صناعية ولوجستية جاهزة باستثمارات تزيد على 621 مليون درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستودعات بما يزيد على 250 ألف متر مربع نهاية 2025. ومن المتوقع أن يؤدي تطوير المنشآت الجديدة إلى زيادة في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق التخزين ب 43%. وبدأت مجموعة كيزاد تطوير المراحل الجديدة من المشروع، والتي تضمن تطوير أراض قابلة للتأجير بمساحة تزيد على 97,500 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية كيزاد المعمورة ألف وباء، وبمساحة تزيد على 153,000 متر مربع في مدينة أبوظبي الصناعية 3. أعلن سوق أبوظبي العالمي إطلاق مركز المعلومات التابع له في شمس بوتيك مول، مجمع التسوق في جزيرة الريم، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المستمر لسوق أبوظبي العالمي على التواصل مع قطاع الأعمال في جزيرة الريم طوال المرحلة الانتقالية الخاصة بتوسيع نطاق السلطة لسوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم. ويشكل مركز المعلومات الخاص بسوق أبوظبي العالمي نقطة تفاعل حيوية توفر الدعم الشامل وفرص التواصل مع الشركات وتعزيز تجربة العملاء. ختاما مشاهدينا، نلقي الضوء على معرض منار أبوظبي للفنون الضوئية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية والعروض الضوئية في مواقع عدة احتفاء بجمالية المناظر الطبيعية للعاصمة أبوظبي. منحوتات منيرة وتماثيل وعروض ضوئية تحلق بسكان أبوظبي وزوارها في عالم الجمال عبر تفاعلات الضوء مع عناصر البيئة والألوان والأصوات، حيث يحتفي الفنانون المشاركون في معرض منار أبوظبي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في أعمالهم الفنية التي توزعت بين جزر العاصمة أبوظبي وشملت الحياة والطبيعة والتفاعل المتواصل بين الإنسان والكائنات الحية من جهة والبيئة المحيطة بها من جهة أخرى. منار أبوظبي يعرض مجموعة من الأعمال الفنية التكليفية والمنحوتات المضيئة والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب الفنية التفاعلية أبدعها فنانون من دولة الإمارات والعالم، وتعرض هذه الأعمال الفنية في مواقع عدة وأماكن عامة في العاصمة أبوظبي بما في ذلك جزر اللؤلؤ والسعديات وياس والجبيل والسمالية والفهيد، إضافة إلى كورنيش العاصمة والقرم الشرقي. واستقطب المعرض الذي انطلق في نوفمبر الماضي وتستمر فعالياته لغاية 31 يناير الجاري أكثر من 600,000 زائر للاستمتاع بتجارب فنية وتفاعلية تسلط الضوء على الإرث الثقافي النابض بالحياة من خلال لوحات بصرية وأعمال فنية ضوئية بمشاركة 10 فنانين إماراتيين من أصل 22 فنانا عالميا يعرضون 35 عملا فنيا على مستوى مختلف أماكن العرض. وفي إطار التزام مبادرة أبوظبي للفن العام التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بداية العام الماضي، يأتي تنظيم منار أبوظبي لدعم جهود تطوير الصناعة الإبداعية من خلال الفن العام وتنشيط الحركة الفنية وإثراء المشهد الثقافي في الإمارة،
تعزيزاً لمكانتها عاصمة للثقافة في العالم ومواصلة صون المساحات ذات القيمة التاريخية والجمالية والمعمارية والاجتماعية والعلمية والفنية. ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم بإذن الله غدا في نشرة جديدة من علوم الدار، إلى اللقاء.